عسلام. عسلامة، مرحبا بك. عايشك لاباس عليك؟ والله الحمد لله. قدم لنا روحك. أنا عز الدين غويل من ولاية زغوان، نمثل عمال الحظائر من 45 ل 55 بولاية زغوان وبكامل الجمهورية. معناتها اليوم مش نحكي على ملف عمال الحظائر، اللي ملف عمال الحظائر في 2018 صارت اتفاقية مع يوسف الشاهد، وفي بالنا فرحنا الناس الكل مش نترسموا، ما صارش منهم حسيلوا، ما نحكوش على اللي فات. قداش عندك تخدم؟ عندي 11 عام. عندي 11 عام انا وزملائي الكل دخلنا، وثم اللي دخل وثم مش مترسم نخدم في التربيه ومش مترسم نخدموا كل شيء، نخدموا تنظيف، نخدموا حراسه، كل شيء تخدمه، كل شيء تخدم، معناتها يجيك عارفك المباشر يقول لك كل شيء، اخذ ضربه يقول لك اطلع فوق السطح نظف، ما يلقاش ما يلقاش عندك خدمه لوطه يقول لك نظفتها، يقول لك فوق السطح اطلع، فهمتني؟ عملنا هيك الحمد لله رب العالمين، فهمتني؟ جاء اتفاق نتاع 20/10 اللي عمله يوسف الشاهد في بينا، ظهر النقابه للنقابين لاتحاد الشغل، معناتها ما نظلموش الناس هذه لاتحاد الشغل وكل شيء، ضرب على الملف وعلى عمال الحظائر، كل الحكومه وافقت على الصغار اقل من 45 سنه وخلت اكثر من 45 سنه، من غير نطولوا الحكايه هذه، خرجنا نحن للشوارع معناتها اللي فاتوا 45 سنه، معناتها طالبوا بحقنا، مشينا عيطنا قدام الاتحاد، قال لك الطبوب يا خويا انا ضربت على الملف ما عنديش حتى ادخل بكم، برا مشوا لرئيس الحكومه، مشينا لرئيس الحكومه ما لقيناش حتى حل. ضربنا مع تصميم في 2020/10 بعد 2010 ضربنا مع تصميم قريب 6 شهور بين مجلس النواب وبين الحكومه وبين حقوق الانسان، دخلت حقوق الانسان الحمد لله، دخل حركه الشعب ساعتها هم موجودين في النواب اللي هي معناتها مش حزب قوي، ودخلت وثم احزاب رفضت منهم حركه النهضه رفضت اللي باش يتصفوا الوضعيه هذه، ما نعرفوش علاش، ربي ياخذنا حقنا وجاب لنا قانون حقوق الانسان، اتصلت بالسيد رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه كان في الموعد نتاعها وفي الصراحه نتاعها قال لهم تعدوا لهم قانون، تعدى القانون ب 148 صوت من النواب وتعدى في الرايد الرسمي وهبطت الحكومه في الاوامر الترتيبيه، نصبحوا نحن اليوم الصغار يترسموا قبلنا، نحب نعرف الوضع هذا علاش، اليوم اتصل معناها جاوا بعدكم ترسموا بعدنا الرايد الرسمي نتاعهم وترسمت وانا فرح لهم، خاطر هما ضربوا معهم الاتحاد، احنا ضربوا معنا ربي العالي، ما عندنا حتى حد. ما الاولويه ليكم؟ احنا الاولويه ليه؟ بالطبيعه 45 سنه، 45 سنه ما عادش معناتها يوصل 55 سنه، ما عادش فيه، اعطيه عام يترسم، قال لك اعطيني عام نترسم انا نفرح بالترسيم نتاعي، خاطر خدمت لك 11 عام، وثم اللي داخلين في 2009 معنا، عندهم عائلات وثم رجال من الميتين سي، تعذبنا كلينا الضرب كلينا كذا. انتم ما تخدموا تو؟ احنا نخدموا تو، مش يبطلونهم، تعدى القانون اللي هو القانون عدد 436 اللي هو عدد 436 القانون هذا تعدى، ورئيس الحكومه حتى تعدى ولا ما حبش تحل الملف هذا، قالوا ثم اجتماع، نعطوا شكر كبير معناتها للاستاذه ليلى حديد خاطر اعطيناها الملف، وقلنا لها يا استاذه هذه معناتها خذ حق الزواوله، بالنسبه لي هي محاميه مش هي حركه الشعب حزب، احنا اعطيناها الملف وقت نتاكدنا خرجت مع حركه الشعب معناتها خرج معناتها مجمده، اعطيناها الملف قلنا لها انت محاميه على الاقل تعرفي القانون ودافع على الزواوله هذا، خذت القانون من غير مقابل ومن غير طموع ودافع لي قابل السي نبيل، الجمعه اللي فاتت الاربعاء اللي فات عملنا اعتصام كبير وقابل السي نبيل، قال لها السي نبيل الاسبوع هذا الخميس هذا على اليوم الاسبوع هذا مش يصير اجتماع وبقدره ربي باش ناخذ قرار، الا سمعنا البارح معناتها القرار ترفض ومعناتها الاجتماع ترفض وتسجل للجمعه الجايه جمعه جديده، احنا ما نطالبوا حتى شيء من الحكومه، الحكومه هذه تخدم على روح وبلادنا مزيان، احنا نطالبوا من 45 انا عمري 45 نارز. انتم من وقتاش تطالبوا بحقكم؟ احنا طلبنا من 2012 وقت عمري انا 35 سنه، عمري دخلت انا عمري 35 سنه للمدرسه هذه ونخدم في مدرسه معناتها 11 عام تو ما خرجتش منها ونخدم في 8 سوايع ونخدم كيما المترسم ونخدم اكثر من المترسم، فهمتني؟ احنا اليوم نهارنا يغيب عمال الحظاير نغيب معناتها بساعه بساعتين تجي تعمل ورقه ويتعدى لك نهار منقو وتكمل تخدم كيما من الاربعه نتاع العشيه حتى الخمسه انا نخدم العشيه يتعدى لك النهار منقو، فهمتني؟ وساكتين وصابرين مع الحكومه هذه، مال اليوم وقت انت حليتي ملف عمال الحظاير رئاسه الحكومه فهمتني؟ حليت ملف الحظاير تحلي ملف عمال الحظاير كامل، احنا عندنا قانون هابط في الرايد الرسمي وهابط الاوامر الترتيبيه ومسح عليه رئيس الجمهوريه، مش مسح عليه الحكومه السابقه، وهم عندهم اتفاق مسح عليه الحكومه السابقه والاتحاد، الاتحاد ضغط على الحكومه قال لهم اعطوني الملف هذاكم ولا انا نشيعه ولا معناتها انا نجيب لكم ملفات اخرين،
هم لو على بيه ما احنا بسات واحنا زواوله فهمتي ما ندروش عليهم شنو صار. معناتها السيده ليلى حدي دخلت مشكوره الجمعه اللي فاتت وحكيت مع سي نبيل قال لها الاجتماع مش يصير الجمعه الجايه وكذا كذا. لليوم قبلت بالهاتف السيد الناطق الرسمي تاع وزير الشؤون الاجتماعيه هز علي التليفون وكلمني وبارك الله فيه نشكره. قال لي راه الملف نتاعك مش يتحل ملا ما نعرفش وقتاش وعند رئيسه الحكومه. مشيت رئيسه الحكومه سي نبيل قالوا مش قابل ما نحبش نقابله انا خاطر هو نعرف نكد موجود تميكا انا نستنى فيه من 9 نتاع الصباح حتى ل 11 اجى ل 10 ونص اجى ل 11 خلطت تميكا سيدي وخرج قدامي وكلمته سي بن عاشور كلمته وقلت له اما لك ما نروح ما رانيش خلاص ومشي فهمتني. احنا نقولوا اليوم الناس هذه زواوله 15280 عامل حظيره على دفعتين نحبوهم نحبوا على دفعه لولا تهبت اقرب وقت احنا نطالبوا بالدفعه ما نطالبوا بشيء. عندنا رايد رسمي اختي هابط فهمتني عندنا قانون هابط صح لي رئيس الجمهوريه نعطي نداء رئيس الجمهوريه باش يدخل في الملف هذا حارق قتل ملف كبير ملف عمال الحظاير حارق وملف عمال الحظاير فيهم فوتك بالحديث اللي فيهم 20 سنه من 2011 تو عمره 20 سنه و25 سنه وقتاش دخل الحظيره مدخلين. احنا في الولايه نتاعي ولايه زغويل ما عنديش ويا ما عندناش ويا باش ندافع. اليوم جيت انا باش ناخذ حقي معناته حق الزملاء ندافع عليهم ما لقيتش حتى حق. كل واحد يقول لك كلام هاي المنصه مش تهبط بعد ساعه هاي بعد ساعتين مش تهبط تاع الكبار او غدوه. قداش قداش من واحد انتم؟ احنا 15200 عامل حظيره احنا ما عادش مش مترسمين. احنا 15000 كنا 47000 عمال الحظاير كبار وصغار. جي الاتحاد قسمنا 10 نهار 10/20/2020 قسمنا الاتحاد ضرب على الصغار وخلينا نحن معناتها لينا ربي معناتها اختي وقت نقول لك الكلام هذا واثق معناتها انا برشا من 2012 نعتصم من 2012 انا سقطت اليوم من البرد هنا من الاعتصامات ومن الواحد نجي نعتصم نتصور الصباح ونروح نجي الصباح بكري نعتصم قدام الاتحاد ونعتصم قدام الحكومه ونروح نخدم فهمتني. انا طالب السيد قيس سعيد سيد رئيس الدوله الملف كيما حليتي ملف عمال الحظاير الكبار والصغار حلي ملف عمال الحظاير خاطر هم القانون نتاعهم هابط في الرايد الرسمي قبل الصغار. احنا مش باخذينهم نقول لكل زميل خاطر اعتصمنا مع بعضنا وكلينا الخبز والماء مع بعضنا واعتصمنا ورقدنا في القصبه ورقدنا كل ما بعضنا صغار وكبار ما لا نعطي نداء رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه راه كان الاجتماع ما يصيرش الاسبوع الجاي اللي قالونا عليه قالوا السيده ليلى حداد وتعرف القانون السيده ليلى حداد احنا مش نخرجوا للشوارع ومش نخرجوا بالولايات مش جو نخرجوا لشارع حبيب بورقيبه هنا. احنا احترمنا 14 جانفي خاطر ثم حديث مش يدخل مع احزاب ولا لو اعلم بهم. احنا الملف نتاعنا لا حزب لا سياسي احنا عند ملف عند السيد رئيس الجمهوريه يحل اقرب وقت ويعملون الاجتماع هذا وحشتنا بشكون مش يخرج باش ياخذ فلوس او مطالبوا علينا 20 مليون ثم ناس تحب تاخذ 20 مليون ثم عبيد اختي العزيزه تحب تاخذ 20 مليون وتخرج. انا اتصلوا بي برشا الزملاء 55 قال لك يا خويا اني 54 ما عادش حاجتي تحب ناخذ 20 مليون ونخرج. انا بالنسبه وزملائي صغار من 45 ونهار انا نحكي لك راه 45 ونهار علاش تقهرت وقت مشيت لسي نور الدين تبوبي بعث لي قوت لمن نلقى روحي حاط لي قضيه ما بعد شيء رئيس محكمه وقت وقفت قدامه قلت شنو قضيتي قلت له ما نعرفش هذا كل شيء فات ندحيه من ربي. انا اللي عمل الحاجه في عمال الحظاير 45 55 واحنا كان ظلمناهم ندحوها من ربي هذا هو نقول لك اختي وبارك الله فيكم انتم ان شاء الله تاخذوا حقك ان شاء الله. عمال الحظاير من 45 55 الاسبوع الجاي معناتها الخميس الجاي كان من هنا للخميس رانا من نهار بعد 14 جانفي رانا مش نتحركوا. علاش؟ خاطر احترمنا 14 جانفي واحترمنا القانون اللي هبطته الحكومه الحكومه الاعتصامات ليه والوقفات الاحتجاجيه ليه نحترموها حكومه تخدم على روحها هذيك وان شاء الله الملف يتحط اقرب وقت وان شاء الله نسمع اخبار مزيان قبل 14 جانفي ان شاء الله. ميرسي.